السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا النهارده معانا خبرين. الخبر الاول هو عن وفاة الفنانة الجميلة فتحية طنطاوي واللحظات الاخيرة المؤثرة في حياتها وسبب الوفاة اللي عليه اختلاف كبير جدا. ومعانا خبر كمان وهو سفر الفنانة دلال عبد العزيز لزراعة الرئة ومدى خطورة هذه العملية، ويا ترى بناتها وافقوا ولا لا، او ايه اخر تطورات حالتها الصحية. كل التفاصيل هنعرفها في الفيديو، بس زي ما تعودنا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لها طبعا بالرحمة وبالمغفرة وبالشفاء العاجل لكل مريض. الفنانة فتحية طنطاوي توفت طبعا اليوم أو مساء أمس، طبعا توفت متأخر جدا وناس كتير اتكلمت عن الموضوع، بس في اختلاف على انها توفت ازاي. ناس كتير قالت انها توفت بفيروس كورونا وكانت بتعاني من فيروس كورونا وده سبب الوفاة، وناس تانية قالوا انها سكتة قلبية، انها ما كانتش بتعاني من اي امراض. الاكيد يا جماعة ان هي فعلا ما كانتش مريضة وما كانتش وكانت حالتها الصحية جيدة جدا وما كانتش بتعاني من اي مشاكل صحية. هي طبعا الفنانة فتحية طنطاوي توفت عن عمر يناهز 76 عام. كمان كان ليها عدة أعمال كبيرة جدا جدا، منها سوق العصر والجنة العذراء والليل وآخره والبخيل وأنا والشهد والدموع، حوالي 140 عمل تلفزيوني على مدار مشوارها الفني. الفنانة فتحية طنطاوي توفت بأزمة قلبية حادة. هي بعد ما تركت التمثيل، طبعا تركته بقالها فترة، كانت بتقدم أعمال محترمة جدا، عاشت محترمة وتوفت كمان محترمة. آخر حاجة كانت بتشتغل فيها إنها بقت تربي دواجن، ويعني بتعمل مشروع كده لتسمين الدواجن، وكانت شغالة فيه وكانت حباه جدا جدا. أخدت أرض وعملت عليها مزارع، وهي اللي كانت بتتابع المشروع ده بنفسها. طبعا الشغل مش عيب ولا حرام، خصوصا احنا عندنا هنا، خصوصا لما الفنان بيكبر شوية بيتجاهلوه وما بيحاولوش ان هما يكرموه او يجيبوه في اي اعمال تانية، على الرغم انها اعمالها دايما كانت الام الطيبة، الاخت، الزوجة الصالحة، الاعمال اللي ما كانش بيختلف عليها اتنين، وكانت طبعا في ادوار كتير بتقدمها في بعض من الشر والاعمال بالطريقة دي. كان اخر تكريم ليها للفنانة فتحية طنطاوي كان في شهر مارس الماضي من وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم. الكلام ده كان في احتفالات الوزارة بعيد الام. هي متزوجة من الفنان الموسيقي علي سعد رحمة الله عليه. طبعا رحم الله الفنانة فتحية طنطاوي بعد رحلة عطاء للفن طويلة جدا جدا، هي ابدعت واخلصت جدا لفنها ولعملها، ربنا يرحمها. اطلب من حضراتكم طبعا ليها الدعاء، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة. بالمناسبة يا جماعة هي كانت عضو في فرقة المسرح القومي، وكمان كان ليها ادوار مميزة هناك، ربنا يرحمها وطبعا يسكنها فسيح جناته بإذن الله. ادعو لها وادعو لكل موتانا بالرحمة والمغفرة. هندخل دلوقتي على خبرنا التاني، وهو حالة الفنانة دلال عبد العزيز وسفرها لإجراء عملية زراعة الرئة، ويا ترى هي فعلا سافرت ولا لأ، وإيه مدى خطورة هذه العملية. كل التفاصيل اللي حضراتكم حابين تعرفوها عن الفنانة دلال عبد العزيز تابعوا معانا الفيديو للنهاية وادعوا لها، لأن الحالة عندها للأسف في تراجع مستمر، ما فيهاش أي تحسن تماما من وقت ما تم نقلها من المستشفى الخاص للمستشفى الحكومي. هي فعلا يا جماعة دلوقتي في مستشفى حكومي. طب ليه اتنقلت لمستشفى حكومي؟ طب ما هي كانت في مستشفى خاصة، واحنا عندنا بيقولوا ان المستشفيات الخاصة هي الحلوة وهي الكويسة. بالعكس يا جماعة، مش كل المستشفيات الخاصة هي اللي بتقدم الرعاية الكويسة او الرعاية الجيدة، بسبب بسيط انها بقالها 3 شهور ونص على نفس الوضع، مفيش اي تحسن في حالتها، والاطباء في المستشفى الخاص محدش بيقول حاجة. هي قاعدة بتتعالج على اجهزة التنفس الصناعي وما بفيش اي تطور جديد. ده اللي خلاهم ياخدوا الخطوة انها لازم تتنقل لمستشفى تانية. فكروا ينقلوها لمستشفى خاصة تانية، لقيوا ان الوضع هيكون واحد فنقلوها للمستشفى حكومي. ناس كتير قالوا ان هما بخلانين عليها، علشان كده بسبب كثرة المصاريف
بالمناسبة كمان ان الليلة الواحدة في المستشفى اللي كانت موجودة فيها دلال عبد العزيز بتتكلف 35,000 جنيه، طبعا ده غير العلاج وغير الفحوصات والتحاليل والحاجات اللي بتعملها. ناس قالوا طبعا هم مش هيبخلوا عليها، كله من خيرها وخير زوجها رحمة الله عليه، ولكن حبوا يغيروا. راحت اول ما راحت المستشفى الحكومي امر الطبيب المعالج والفريق الطبي انها لازم يتعمل لها زراعة رئة، لانها الرئة عندها فيها تليف بالكامل، مش جزء في الرئة ولا حاجة زي وائل الابراشي، الرئة تماما ما بقتش شغالة وبتعاني من انخفاض في الاكسجين وضغط الدم، فالموضوع صعب. طب يا ترى هيعملوها او لا؟ في اعتراض من دنيا وايمي، ولكن الاطباء قالوا مش قدامنا حل تاني، والا هتفضل موجودة في المستشفى على نفس النهج ونفس الوضع ومش هتتحسن الا بيد الله طبعا، ربنا يشفيها. لكن الفنان الاعلامي كمان رامي رضوان قال احنا هنعمل لها العملية، مش قدامنا اي حل تاني، هتسافر ان شاء الله علشان تجري العملية. بس بناتها دنيا وإيمي الاتنين قالوا احنا هنتبرع بفص من الرئة، ولكن اللي اتقال والاطباء نصحوا بيه ان يتم طبعا شراء الرئة من حد يكون لسه متوفي وزرعها عندها، وبيقولوا ان العملية ديت بيكون هي اصح او احسن. العملية ديت مش مضمونة طبعا، لانها على مستوى العالم ما اتعملتش حوالي 100 مرة، ما يكملوش 100 مرة، مرة واحدة اللي اتعملت ان حد نقل لوالدته الرئة ونجحت، وده كانت في الصين، ولكن باقي المرات كانت في دول اوروبا واتعملت ان نقلها من حد متوفي للمريض، ونسبة النجاح فيها يعني تكاد تكون قليلة جدا جدا. لكن ان شاء الله ربنا يقومها بالسلامة. موعد سفرها امتى؟ خلال 48 ساعة اللي جايين هيكون ان شاء الله سافرت ويكونوا بيجروا لها العملية، واتمنى من الله انها تكلل بالنجاح. ادعوا لها، لان الوضع عندها يعني صعب وغير محتمل انك تشوف والدتك، طبعا ربنا يبعد عنهم كل حاجة وحشة، قاعدة بقالها 3 شهور ونص مش عارفة حاجة عن الدنيا، غير ان طلبها قبل ما تجري العملية انها تشوف زوجها الراحل سمير غانم. الخبر ده نزل زي الصاعقة على بناتها، هتشوف سمير غانم ازاي هم مفهمينها ان هو لسه عايش. اللي حصل يا جماعة انهم قالوا لها انه بيعاني من نفس المشاكل الصحية اللي هي بتعاني منه، على الرغم انها حاسة ولكن عقلها بيكذب ان هو فعلا اتوفى. بشكركم جدا وبعتذر لو طولت على حضراتكم، استنوا منا كل الجديد، وياريت ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك، وتستنوا الفيديو القادم ان شاء الله هنحاول نتصور لكم الفنانة دلال عبد العزيز ووضعها الصحي. شكرا جزيلا، سلام عليكم ورحمة الله.